معانا بطاطس مهروسة بالزبدة، ولا أسهل ولا أطعم ولا أخف من كده. مقاديرها بسيطة جدا، عندي 4 بطاطسات مسلوقة، طبعا العدد ده بيبقى على حسب عدد أفراد أسرتك. هنسلقها تمام وهي مسلوقة وسخنة جدا، هنصفيها طبعا من المية ولازم نهرسها وهي سخنة تمام. 1/3 كوباية حليب، عندنا 2 معلقة كبار من الزبدة، ملح وفلفل اسود بس كده، وكوبايه جبنه علشان ايه نزينها بيها، وكمان الجبنه وهي سخنه كده تسيح عليها وتدينا طعم حلو قوي. وتعالوا بينا نشتغل. ادي البطاطس بتاعتنا، البطاطس لسه مسلوقه حالا وسخنه. تعالوا ايه رايكم ناخد المواضيع دي كلها الناحيه دي علشان نشتغل براحتنا. زي ما انتم شايفين بصوا البطاطس كل ما كانت سخنه هتلاقيها بتتهرس معاكي على طول بالهراسة بالشوكة زي ما تحبي. وانا بهرسها عشان بالمرة كده هبتدي احط لها الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سخنة كده عشان الزبدة تسيح معانا. يبقى البطاطس تتسلق وهي تبقى متقشرة ومتقطعة مكعبات، تتسلق تتصفى وهي سخنة قوي، هنحط الزبدة ونبدأ نهرسها بالشكل ده. شايفين سخونية البطاطس سيحت الزبدة معانا. تعالوا نضيف كمان 1/3 كوباية من الحليب ومع وشوية ملح وفلفل. ادي الملح، نحاول بس في السحور ما نحدقش الدنيا قوي، نخلي الدنيا كده خفيفة ولطيفة عشان ما تعطشناش. وصفة سهلة بسيطة وطعمة جدا. تمام، ادي البطاطس بتاعتنا بعد ما ضفنا لها الزبدة الحليب الملح والفلفل بس كده، بسيطة سهلة طعمة وخفيفة على المعدة ومشبعة جدا. وزي ما قلنا هنزينها بشوية من الجبنة المبشورة. تعالوا بس ايه ندي كده الوان علشان طبقنا يبقى شكله حلو، كمان مش مجرد الوان بس، احنا هناكل الخضار كتير منه. اولا يشبعنا، فيتامينات كتير، تاني حاجة ان هو فيه نسبة مية عالية، وده هيخلينا جسمنا محتفظ بالمية لأطول فترة ممكنة.